داش مولانا لحقت عليه دمرداش المحمدي الجركسي المصري الخلوتي، كان من اكابر العارفين من مماليك السلطان قيتباي، وسبب سلوكه طريق ان السلطان ارسله بكيس في ضمنه دنانير الى الشيخ احمد بن عقبه الحضرمي، فرده الشيخ فابرم عليه دمراش في قبوله دمرداش في قبوله، فاخذه فعصره فتحلل وتحلب كله دما عبيطا وقال هذا ذهبكم، فذهل دمرداش وطاش عقله وتاب، ثم عاد الى السلطان فساله ان يعتقه ولح عليه ففعل، ثم عاد الى الشيخ فاخذ عنه ولازمه الى ان مات، ثم مات فاخذ عن العارف عمر الروشني. ومن كراماته كان اذا غلبه الحال ياكل نحو اردب من الاردب من الازر أزر المفلفل توفي توفي عام 929. دنكر المجذوب المصري المستغرق كان يحلق لحيته، من كراماته انه كان يركب جريده فيطوف بها من المشرق الى المغرب. مولانا خليك معايا اليوم، انت بنزينك مخلص. في لحظة واحدة ويخبر كل إنسان بما يفعله في مقر بيته.